حاجتين ممكن ما يكونش ليهم علاقة ببعض اتجمعوا في أداة واحدة فقط، وايرلس تشارجر ومبرد ومسخن للمشروبات، وده الاختراع اللي معانا في الصندوق ده. هل ليهم علاقة ببعض؟ معرفش، خلينا نفتح على طول ونشوف. حاطين الطباعة كلها جوه، حركة جديدة الصراحة. هنا بتحط المشروب وهنا بتحط الموبايل اللي عايز تشحنه وايرلس تشارجر. ما علينا، احنا عايزين نشوف الحاجة نفسها. تقريبا هي دي البادة اللي بتحط عليها الكوباية، دي حاجة فاضية كده، دي الكوباية وده الشاحن بس كده، الصندوق فاضي. طيب هما دول الحاجات، نبدأ نفتح. ده الشاحن، شاحن للأسف عشان من أمريكا، الوصلة بتاعت أمريكا المستفزة. ما علينا، هنا الكوباية. أوه ده غطا للكوباية، أنا مش عارف إن جاي معاه غطا. كوباية مختلفة عن اللي أنا شفته قبل كده، كنت شفت على النت الحديد اللي جوه ده، يعني شفته مكمل هنا. لو هتلاحظوا الكوباية من تحت حديد، وده علشان لما بتحط دي على البتاعة دي نفسها. خلينا نفتحها الأول. بيقول لك بيستخدم باور 48 واط. يعني انا كنت متوقع ان الماتيريال تبقى شكلها افخم من كده، بس قشطه، اهم حاجه انه يكون بيستحمل. يعني بص، انت الحاجه دي اللي هي الالومنيوم دي، لما بتحطها على دي الحراره بتتنقل من هنا لهنا، دي طبعا الحديد اللي جوه ده. فالمنتج اللي انا شفته قبل كده كان الحديده دي مكمله لغايه هنا، فيمكن دي كانت مشكله لبعض الناس عشان لما بتشرب ممكن لسانك او شفتك تتلسع لو ده سخن او حاجه. الحاجه اللي فعلا مميزه في الاختراع ده هو الموضوع ان دي بتسخن وتبرد في نفس الوقت. لو كانت بتسخن بس او بتبرد بس مش هتكون عمليه قوي، موضوع انها بتسخن وتبرد حاجه جميله قوي. وهنجربها دلوقتي مع بعض. هنا ده الوايرلس تشارجر، اوكي خلينا نوصلها. طيب نورت، خلينا نجرب كده موضوع الوايرلس تشارجنج، هل هو فاست تشارجنج ولا لا؟ بدا يشحن وفاست تشارجنج، في مروحه اشتغلت اول ما حطيت هنا. ده تقريبا يمكن علشان تبرد الموبايل وانت بتشحنه في نفس الوقت. طيب خلي ده يشحن، جبت كده مشروب ومش ساقع، خلينا نشوف هل فعلا المشروب هيسقع ولا لا. المفروض طبعا ما تلمسهاش لو هي سخنه او شغاله. بتدوس مره علشان تسقعها، بتدوس مرتين علشان تبقى سخنة، تدوس ثلاث مرات علشان تقفل التسخين او التبريد. وبالمناسبة الشاحن الوايرلس ده 10 واط او 7.5 واط على حسب يعني جهازك بيدعم ايه. اوكي خلينا نجرب، دوس مرة كده ساعة وانا حاسس ببرودة. فتحة التهوية دي بتاعت التسخين والتبريد، فتحة التهوية اللي فوق دي بتاعت الموبايل لما تيجي تشحنه. الفكره فعلا ذكيه جدا، بالذات لو انت مثلا في مكتب او في شغل او في اي مكان مش تحتاج ثلاجه عشان تحط حاجتك فيها عشان تسقع، وكمان القهوه بتاعتك لو بتشرب هتفضل على طول سخنه. ميزه ممتازه جدا الصراحه. وفي نفس الوقت لو موبايلك بيدعم الشحن السريع تقدر تشحنه في نفس الجهاز. خلينا نجرب كده، ساعة فعلا. طيب خلينا نجرب بقى موضوع التسخين مرتين. البتاع نورت احمر اهو، بصوا لما جيت تسخن ازاي الرطوبة بدأت تبان. طيب في حبة عصير بسيطة هجرب اشربها وهي سخنة، ما عنديش قهوة او حاجة سخنة دلوقتي. خلينا نشوف بس هل هي هتسخن ولا لا. شايفين الفقاعات اللي عمالة تحصل، هو مش محمس قوي ان انت تشرب حاجة زي كده سخنة الصراحة، بس هجرب. سخنة بس طعمها وحش. سعر الحاجة دي في امازون حوالي 80 دولار، السعر شوية غالي بس يعني ماشي الحال، بما انه ان هم عملوا حاجه فيها فكره كويسه جدا ممكن فعلا تبقى مفيده. عامه لو انت شايف ان الحاجه دي ممكن تفيدك هتلاقي رابط الشراء تحت في الديسكريبشن. وفي الاخر ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، واذا عجبتك الحلقه دوس لايك، واذا ما عجبتكش دوس على زرار اللايك مرتين، واشوفكم في الحلقه اللي جايه.